فاكرين حاله الشاب رمضان جابر اللي كان بيشتغل تباع على عربيه نقل وعمل حادثه للاسف نتج عنها بتر في القدم اليمنى وقطع في مجرى البول وقطع وتر المستقيم؟ الحمد لله برنامج واحد من الناس بالتعاون مع مستشفى الجولف قدرنا نعمله العمليه، وتم خلالها تصليح المستقيم بعضلات الشرج وتعديل مسار مجرى البراز على ايد الاستاذ الدكتور عاطف عبد الغني استاذ الجراحه العامه بجامعه بنها ورئيس قسم الجراحه مستشفى الجولف. نشوف التقرير. كنت شغال تباع وعملت حاسة على العربية نقل، فحسان جابتلي في رجلي اليمين وحسان كسر في الحوض وكان عندي وطن في عضلات المستقيم. بدأت للبرنامج، برنامج واحد من الناس الدكتور عمرو الجيسي، فبعتني مستشفى الجولف الدوري عملت فيها تصليح المستقيم، وان شاء الله باذن الله فاضل عمليه تانية ربنا يكرمني فيها، عمليه رنك كولوستوم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني فيها واعملها. انا بشكر الاستاذ عمرو وبشكر البرنامج وبرنامج واحد من الناس وان هو استجاب لي وجابني هنا المستشفى. عملت اول عمليه وان شاء الله فاضل عمليه كمان باذن الله تتعمل قريب بعد ما تصحى ان شاء الله. تم عمل الفحوصات اللازمه والفحوصات بعد فحوصات وعمل رنين مغناطيسي، عملنا له تدخل جراحي وقدرنا ان احنا نوصل العضله وحطيناه تحت الملاحظه، والحمد لله كانت النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لرمضان. الحاجه الثانيه ان رمضان طبعا كان قبل ما يجي عندنا كان معمول له عمليه تحويل براز، ده في قبل كده من سنتين ثلاثه وقت الحادثه، واحنا قلنا نستفيد بهذه العملية ونعمله العملية اللي هي التصليح لعضلة الشرج اللي هيقدر يتحكم فيها بعد كده، ونقفل له فتحة اللي هي الكلوستومي أو فتحة تحويل البراز الخارجي.